ابتديت شغل هاند ميد من 5 سنين، اتخصصت في الكروشيه المكرمية من 3 سنين، بدأت ان انا اعمل كوفية، جلافز، شال نفسي. بعد كده بدأت ان انا اعمل حاجات لأسرتي للأطفال اللي موجودة في عائلتي. بدأت ان انا انزل الشغل ده على السوشيال ميديا، الناس بدأوا يعجبوا بيه، حبوه، بدأوا يطلبوا مني شغل تصاميم معينة. بدأت ان انا انزل اشتري الخامات، ابدأ اعملها، انفذ التصاميم دي، بنفذ اي شغل يطلب مني. طبعا شغلي موجود في مصر، موجود في كل، بيوصل لاي محافظة موجودة في مصر. حلمي طبعا ان انا شغلي دوت يكون موجود في كل الدول الاوروبية، يكون منتج مصري يدوي، كل قطعة بتتنفذ هي بتتنفذ يدويا بكل حب مخصوص لصاحبها، قطعة هو منفرد بيها، مفيش اي حد تاني لابسها. ابتديت ان انا البس شغلي، اخرج بيه في اي مكان وفي اي وقت، الناس بدأوا يشوفوه، يسألوني عنه، يعجبوا بيه. القطعة اللي انا لابساها دي هي قطعة مصنوعة يدويا بكل حب، قطعة مميزة بتميز صاحبها.